معنا من أين أخ من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ذو الفقار، نعم، معك ذو الفقار. أهلا وسهلا. نهار كبير هذا، كنصوني عليك والله العظيم. بارك الله فيك أخويا، هذا نهار كبير لي، أنني لي الشرف نهضر معك. على الذكر ديال الأخت اللي من طنجة، أنا بيدي من طنجة وعندي نفس شرف. المشكل. نهار الجمعة كتجي الأم ديالي والأب ديالي يطلعوا عليا واش ماشي نصلي في الجامع ولا ما ماشيش نصلي الجامع في الجمعة، والله العظيم. عارفينك سياسي ولا؟ كنت ملي كنت بغيت نتشيع كانوا حاربوني إلى درجة كانوا باغيين يطردوني حتى من البيت، أنا والزوجة ديالي في الأسبوع الأول ديال الزواج ديالي، لا حول ولا قوة. ملي عرفوني باغي نتشيع. وكانوا جابوا لي شيخ يعني معروف عنده باج على اليوتيوب وكيخطب خطيب في المساجد، جابوا لي تناظر معايا ما قنعنيش ولو بصفر فاصلة صفر واحد بالاقتناع. امبوسيبل يقلعوا بصراحة المتشيع، أنا بن... امبوسيبل. اه ما نكذبش عليك، الفضل كيرجع لي لك وبعض المشايخ اخرين. انا عارفك ما كتبغيش تذكر الاسماء، فهمت؟ مزيان. نتحفظ في هذه القضيه هذه، ما كنبغيش بلا ما نذكر الاسماء، فهمت؟ بالحق انت أحسنت. صراحه يعني كان عندك واحد الفضل كبير أحسنت. والله العظيم الحمد لله. اخي ذو الفقر. الحمد لله هذه أخويا. يومين صوني عليك، البارح الحلقه البارح صوني عليك الهنداوي بسبب واحد الصديق ديالي. الصديق ديالي يعني انا حاليا كنقنعوا على ان الدين السني باطل، وكنعطي حقائق، فهمتي؟ هو اللي طلع عند اخو قال له راه ذو الفقر المغربي راه عامل بث وباش صوني عليك، فهمتي؟ هذه وصراحه باش هذا هيصل. الصديق ديالي كان الصديق ديالي كان سبحان الله العظيم كنقول له اسمع عند الفقر المغربي، كيقول لي هذاك غير مقنع، هذاك دابا ودابا من اكثر المحبين ديالك والله العظيم اخي الحمد ذو لله. الفقر، واه الحمد لله، الحمد والله من لله، اكثر المحبين ديالك، ويعني كيتبعك دابا اكثر من القياس الحمد لله، والله العظيم. وزعما ما الحمد لله. نكذبش عليك، بينتوا لنا الحق، الله ينور الطريق ديالكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك اما أخويا، شكرا بالنسبه بزاف. للحديث الموضوع ديالك انتينا ديال كتاب الله وسنتي، راه لا حول ولا قوه الا بالله. ما بقيت كاين لا هنايا سنة كاملة. ماشي ما والله الا بقيتي تما ما كاين لا سند ولا هم يحزنون. زعما لا، انا البحث ديالي باش بديته، انا بديته بالقضيه ديال الوضوء، يعني كيفاش الله سبحانه وتعالى كيقولنا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، وهما كيذكروا لنا الغسل، فهمت؟ يعني بديت بهذه النقطة الأولى اللي بديت بها، وهي بقات مزيان كتفرع لي من هذه مزيان. لهذه لهذه لهذه. الحمد لله اليوم رجعنا بحر. الصديق ديالي أي واحد كيطلع مناظر كيقول لي طلع لي مع هذا، اللي كنطلع معاه كيبلوكيني في بلاصة، يعني في ما بلاصة يصبرش. كيشد عليا المايك، في بلاصة كيشد عليا المايك وكيطردني مرة من البث، مرة بشكل نهائي. أي وحاليا كما قال واحد الاخ طلع معك، كيخافوا من المتشيعين ما كيخافوش من الشيعه، ما أي عندوش مشكل يستقبل الشيعي يبقى معاه نهار كامل كيطبل، لان أي الشيعه الاغلبيه ما عندهمش الدين على علم، المتشيع باحث باحث عارف وي كل حاجه بالضبط، فهمت؟ يعني عندهم المشكل مع المتشيع. وخلاص عندك. لما نقول الكلمه المشهوره ديالك، نحن لا نحن نسامح لا المتشيعون ننسى. لا نسامح لا ننسى. صحيح حقيقي بالفقر، بلا ما نطول عليك نخلي الفرصة شكرا للإخوان. شكرا للاتصال. مرة مرة ودعاء صوني ليا، مرة دعاء مرة احضر صاحبي معايا. إن شاء الله إن شاء الله. دار الدعاء صاحبي والله، إذا كترى واحد المدة طويلة وأنا كنحاول معاه، ودابا عاد بدا شي شوية يعني الإخوان إن شاء الله المتشيعين إن شاء الله كاملين يتهدى. ادعيوا معاه، الله يهديه إن شاء الله عن الله طريق ذو يهدي الفقر بحق محمد يكتب وآل سكة محمد. الله النجاة يهدي. مع محمد وآل محمد إن شاء الله. بارك الله الله فيك يجازيك خويا. وشكرا بزاف أسيد الفقر، شكرا لك، الله يحفظك شكرا. لنا رصيد. فرحتيني شكرا فرحتيني والله بزاف. العظيم، فرحتيني. بارك الله فيك. لا ضروري والله، شكرا. شوف كان كيقول لي المغرب ما فيهش المتشيعين، دابا في كل حلقة كتعدل كنقول له والمغرب طلعوا ما فيهش المتشيعين. وما والله فعلا المتشيعين كون والله، يبانوا راه يكونوا بزاف. المشكلة المتشيعين والله ما كيبانوش العظيم. وصافي، هو فهمتي؟ دابا ديك الشيء حنا كاملين تقية في بلد لا حول ولا قوة الا بالله، هادشي اللي كاين. الحمد الله لله. يحفظك لينا الغزال، سمحنا بزاف طولنا عليك، لا بارك الله الله فيك، ينصرك على شكرا العذاب بزاف، ديالك. الله يحفظك، شكرا، الله امين يعاونك، امين امين، الله شكرا يحفظك خويا، الله يحفظك. نعم.